تقدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بعرض حول مستجدات القضية الوطنية وموقف المملكة المغربية من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف، وأخبر الوزير المجلس بتفاعل المملكة مع بعض المتدخلين الدوليين مؤخرا في الملف بشأن موقف المغرب من أولا من المسلسل السياسي على ضوء عقد طاولتين مستديرتين انعقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة كل طرف فيها وسيرها ونتائجها. ثانيا من تدبير بعثة المينورسو وبعض الأفكار والمشاريع الغير المنتجة التي تروج بشأنها. سيد وزير، ما هي آخر مستجدات في ملف الصحراء المغربية؟ سيد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم في مجلس الحكومة قدم عرضا حول تطورات القضية الوطنية ومستجداتها، وخاصة ما يهم تفاعل المملكة المغربية مع في الآونة الأخيرة مع عدد من المتدخلين الدوليين في هذه القضية. أولا ما يهم المسلسل السياسي، بعد انعقاد مائدتين مستديرتين في بجنيف شهري دجنبر 2018 ومارس 2019، حيث تم تحديد موقف المغرب من مشاركة كل طرف فيها وسير المائدة المستديرة ونتائجها. ثانيا ما يهم بعثة المينورسو وتدبير البعثة، حيث عبر المغرب عن موقفه مما يروج من أفكار ومشاريع غير منتجة بشأن بعثة المينورسو.